تحذير هام من شركة الغاز لكل المصريين بشأن فاتورة الغاز. بدأت درجات الحرارة في الانخفاض خاصة مع دخول شهر نوفمبر، ومع تعاقب الأيام ستنخفض أكثر وأكثر، وذلك لدخولنا في فصل الشتاء، ويزداد استخدام المواطنين للمياه الساخنة في فصل الشتاء خاصة عند الاستحمام، فيتم استهلاك السخان بشكل كبير، وكنا قد نشرنا أن هناك تكلفة كبيرة تنتج من كثرة استخدام السخان الكهربي، ويظهر ذلك جلي في قيمة فاتورة الكهرباء. وجاء الوقت الآن للحديث عن السخان الغازي، فحذر عدد من المسؤولين بشركة الغاز مترو تريد من كثرة استهلاك المواطنين من الغاز الطبيعي في فصل الشتاء، مما يتسبب في ارتفاع قيمة الفواتير. وأضافت المصادر أن هناك عدة تعليمات ونصائح على المواطنين اتباعها حتى يتجنبوا ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي في فصل الشتاء. وننشر لكم هذه التعليمات في السطور التالية لاستفادة منها قدر المستطاع. طرق تقليل استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل. لا تفتح المحبس العمومي للغاز على الآخر أثناء تشغيل البوتاجاز، لأن فتحه على الآخر يجعل العداد أسرع. لا ترك شمعة السخان مضاء بعد الاستخدام. استخدم أواني الطهي بالبخار لتقليل وقت الطهي. يجب إطفاؤه عند عدم الحاجة له. السخان سعة 10 لتر يستهلك 2 متر مكعب غاز في الساعة. لا تفتح أواني الطهي بشكل متكرر وهي على النار، وكذلك باب الفرن إلا عند الضرورة لطهي الطعام بوقت أسرع. لا تجعل قراءة الغاز تتراكم عليك، واحرص على تحصيلها كل شهر من المحصل أو الشركة حتى لا تدخل في شرائح كبيرة بدون علمك. فحص عداد الغاز إذا كانت قراءتك غريبة، واحرص على معرفة استهلاكك للغاز لكي لا تدفع الفاتورة خاطئة. استخدام شعلة البوتاجاز المناسبة لحجم إناء الطبخ. حول تجميع الأصناف في الفرن عند إشعاله مرة واحدة.